توحيد الرؤى بين فرنسا والمملكة العربية السعودية هو العنوان الأبرز لمناقشات الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في قصر الأليزي في باريس. تكلمنا عن توحيد الرؤى بما يحدث، نأمل أن توحيد الرؤى فيما يحدث أيضا سيقود إلى توحيد الرؤى فيما يجب أن يعمل، ولا أعتقد أن التلويح بالضغط على مصر سيجدي على أي حال، ولن يكون مفيدا في الوصول إلى إقرار السلم والأمن القومي في مصر. الرئيس الفرنسي رحب بما جاء في رسالة خادم الحرمين الشريفين التي حملها وزير الخارجية إلى باريس، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته حيال ما يجري في مصر من أعمال عنف. علينا مسؤولية مشتركة، الدول العربية وأوروبا وفرنسا، للعمل على وقف العنف، لتأخذ الحكومة المصرية وقتا لتحقيق خارطة الطريق للأسابيع القادمة. وزير الخارجية السعودي قال إنه إذا كان القانون يكفل حق التظاهر فإنه كفل أيضا عدم التعدي على الأرواح والممتلكات وعدم استخدام العنف. حرية الرأي يجب أن يعبر عنها بغير العنف، ولكن إذا من نزل الشارع نزل بالكلاشنيكوف بدل من الميكروفون، ونزل بالقنابل المحرقة وأحرق الممتلكات وقتل النساء والأطفال. رسالة خادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز وصلت إلى المجتمع الدولي وإلى الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، وهي أنه لابد من مواصلة محاربة الإرهاب ودعاة التطرف ومروجي الفتنة ودعم الحكومة المصرية المؤقتة. توحيد الرؤى بين فرنسا والمملكة العربية السعودية لإعطاء فرصة جديدة لتحقيق خارطة الطريق من قبل الحكومة المصرية المؤقتة التي من شأنها تحفظ الأمن واستقرار البلاد وتقوم إلى انتخابات مبكرة في جمهورية مصر العربية، وأيضا ضغط فرنسا على الاتحاد الأوروبي لعدم قطعها العلاقات مع مصر في الوقت الحاضر. سعد المسعود، العربية، قصر الأليزي، باريس.